أيضا هناك استراتيجية الهيدروجين اللي هي أطلقت أيضا في نفس الفترة تم اعتمادها، وهي تستهدف أن تعزز دور الإمارات كرائدة في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين في 2050 و2030. نطمح لأن يكون عندنا هناك واحتين لإنتاج الهيدروجين، وفي 2050 يكون 5 واحات. وطبعا تم تحديد في هالاستراتيجية شو الممكنات اللي بتساعدنا أن احنا نوصل ل 2050 بهذه الأهداف. مثلا لو نقول على سبيل المثال، شو نحتاج من البنية التحتية، شو نحتاج من البحث والابتكار، المهارات المطلوبة لهذا الصناعة الجديدة كهيدروجين. تتعرف أنها مجال جديد والعالم كله مهتم فيه، صحيح. ومصدر نظيف للطاقة. فالبنية التحتية، التشريعات اللازمة، و الأطر التنظيمية أيضا لهذه الصناعة.